في ظل النجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج، ها هي اليوم تكلل بتخرج الدفعة الأولى من المقاومات المستجدين لتضيف إلى رصيدها انتصارا آخر ليس على مستوى المحافظة فحسب بل والمحافظة المحررة. ونؤكد على أن هذه الدفعة هي أول دفعة من مجندي الخدمة من مجندي المقاومة اللي تم تسجيلهم بالأمس في هذا المعسكر 3500 فرد. نشعر بالفخر والاعتزاز لما شاهدناه من استعراض رائع ومميز بكل الاتجاهات، وهذه هي اللبنة الأولى لإعادة تفعيل مؤسسة الشرطة وزارة الداخلية بشكل عام، وهي دماء جديدة نعتز فيها ونفتخر لمواصلة المشوار في الدفاع عن هذه التربة الطيبة. العديد من هذه النجاحات تقابلها تحديات مختلفة، أبرزها بقاء المحافظة في دائرة الجماعة المسلحة، وهو ما دفع بقيادة المحافظة إلى تأهيل كوادر شابة لقيادة الأمن وتثبيت الحالة الأمنية في كافة مديرية المحافظة. نحن الآن نعيش في حالة تحدي، ولا زالت الحرب قائمة والمعركة مستمرة، وبالتالي يجب عليكم اليقظة الكاملة لمكافحة كل الأساليب المتطرفة ولكل الإرهاب حيثما كان وحيثما وجد. هذا الشموخ نتيجة جهود استغرقت أشهر من التدريب ترك أثرها لدى القوات المستجدة، كما رسب انطباعا جيدا لدى من حضروا العرض العسكري خلال دورة تأهيل. رغم المعاناة وانقطاع رواتب هيئة قيادة التدريب منذ سنوات، إلا أن هناك إصرارا على مواصلة رفض النظام الأمني بالجنود المؤهلين والعمل على تكثيف المهام الأمنية للملتحقين بالقوات الحكومية. وعانينا الكثير والكثير، رغم أن المدربين لن يحصلوا على مرتبات سابقة ولا لاحقة، لكن سنظل بحماية هذه المحافظة بأمنها واستقرارها، وسنضحي ولن نسمح لمن تسول له نفسه، سواء من قاعدة أو من أي شرذمة أو من أي تمزقات أو تشتتات حزبية. إن هذه مرحلتنا مرحلة جديدة، سنقيم هذه تعتبر مرحلة أولى من انتشار الحملة الأمنية، تابع الأخ قائد الكتيبة محمد عمر الذي أطلق عليها نجدة. تصاحب هذه الجهود أيضا مهام أخرى في مكافحة الجماعات المتشددة والكشف عن مخابئ عديدة ومخازن أسلحة عملت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج على تجفيفها بالاشتراك ودعم قيادة التحالف العربي. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.